مرحبا بنا عندكم يا ناس الخير، كي العادة معكم الشاف أمين في قناة النهار تي في دايما من الساعة الثالثة للساعة الرابعة مباشرة. نعملوا معكم حصص شابين هايلين، دراسات خفاف ظراف وأيضا منتوج 100% جزائري. بارح كنا ما فوتناش معكم لأنه كانت الأولوية للحدث والأولوية كانت للفريق الوطني المحلي في الشان اللي تأهل وفاز بفوز عريض وتأهل إلى الدور النهائي. برافو عليكم أشبال بوقرة وكل الطاقم الفني، ربي يحفظكم. اليوم راح نعملوا معاكم دروسات شابين. عندنا قراتها كانت وصلتني واحد الاخت قالت لي ديرنا انولوسات تاع قراتان تاع السلق، يبقى راح ندير لكم انولوسات تاع قراتان تاع السلق باللحم المفروم على طريقه يعني مليحه وشابه وخفيفه وما تكلفش بزاف. عندنا ايضا الباستا بضلع الخروف من جهه الفيلي، يعني عيطولو لي كوتلات دانيو دون الفيلي، راح نخدمو اليوم الباستا بالخروف بصلصه الطماطم بنينه ودرسه جزائريه 100%. وعندنا ايضا كعكه بالكراميل، كعكه بالكراميل راح نخدموها يعني، ولا فيدات راح تكون مارغارين طارتينا اللي راح نور لكم كيفاش نخدموا بها الكعك. دوك نبداو نخدموا بها تدريجيا الكعك حتى تعرفوا. حتى في الوصفه الاولى واللي هي القراتا راح نعملوا البيشاميل بها ايضا، وراح نشوفوا كيفاش لا تيكستور تاعها شابه بزاف. دونك هنايا الحاجه الاولانيه نروحوا نشعلوا المرميطه تاعنا قبل ما نعطيكم لي زانغري اولويه للحدث ونولوا ليكم. عاودنا ولينا ليكم يا ناس الخير، بلا على بالكم في قناه النهار تي في الاولويه للحدث، وهذه هي النكهه تاع هاد القناه، هذه اللي الناس كاع يستناو فيها باش يدوا الحدث في وقته مضبوط بالدقيقه والثانيه. ربي يحفظكم كل الفرقه تاع قناه النهار تي في. دونك لهنايا رحنا شعلنا المرامط تاعنا، شعلنا الكاسرونه باش نخدموا لا بيشاميل. لي زانغريديون 5 ربطات نتاع السلق يكونوا طايبين بيان سور مقطعين بهذا الشكل، كيلو تاع لحم مرحي تقدروا تخدموا بالدجاج المرحي ايضا، عندنا حبه نتاع البصل مقطعه اوم تي دي، 3 سنينات نتاع الثوم ايضا، وعندنا ريتلا تاع البيشاميل، وعندنا الجبن المبشور حوالي 300 غرام. هنايا في الوصفه تاعكم البيشاميل ريتلا تاع الماء، ريتلا تاع الحليب ب 100 غرام نتاع مارغارين طارتينا، وايضا عندنا 100 غرام نتاع الفارينا. دونك الحاجه الاولانيه هنايا المارغارين، ربي يحفظكم مجمع على بال عطيتونا مارغارين نخدموا بها كلش، مش غير الحلويات، كاين حاجه بزاف 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 الناس لازم يعرفوها على هاد المارغارين. من بين خصائص المارغارين تاعنا طارتينا انها فيها نكهه الزبده، دونك عندكم كي تكونوا تخدموا بها ما تضيعوش نكهه الزبده تاعكم. دونك هنايا نروحوا نديروا باش نخدموا او ميم طون يعني نخدموا لاباري تاعنا تاع الكراتان اللي هو السلق بلا فيون داشي، ونخدموا ايضا رابيدمون لاصوص بيشاميل تاعنا. دونك لاصوص بيشاميل تاعنا لازم لها 100 غرام، حوالي 100 غرام تاع ماده دسمه او مارغارين طارتينا. دونك لهنايا نديروا لي 100 غرام تاعنا، حطوهم بهذا الشكل، نزيدوا للنار بيان سور باش تقدروا يعني تذوب لكم تمتم. وعندكم الحاجة المليحة أيضا في المارغارين أنها لا تحترق، دونك ما عندهاش الاحتراق هذا كيما في الزبدة ولا كيما في الزيت وحده ولا. دونك حنا موالفين كيكونوا نخدموا وناسوسي لي دو نديروا زبدة وزيت باش ما تتحرقش، يا اون ريغولاسيون دو تومبيراتور. مارغارين طارتينا تعطيكم هاد الخاصية الثانية واللي هي لا تحترق فوق النار كي تكونوا تعملوا بها، دونك تخدموا بها غير هي، تخدموا بها عادي. فوالا دونك نبداو ندوبوا لهنا في لو بور اون اتوندون الماده الدسمه تاعنا الدوب مارغارين طارتينا تاعنا الدوب، نروحو نمدو لي زانغريديون نتاع الوصفه الثانيه والوصفه الثالثه، لان اون سيمولطاني راح نخدمو الوصفات تنين باش ما نضيعوش الوقت بزاف. عندكم في الباستا تاعنا باكي تاع لي سباغيتي طايب تطيبوه 7 دقائق، 4 حبات نتاع الطماطم، حبه نتاع البصل تكون مقطعه اوم تي دي، 6 اضلع كي نقولوا في الضلع، دونك ما فيهش الضلع، دونك دون الفيلي هذا سي دون الفيلي نخدمو بلي كوتلات دانيو دون الفيلي. عندنا 6 حبيبات، عندنا شويه طماطم المصبره، وعندنا 3 سنينات نتاع الثوم بيان سور، كمون كرويه والثوم يندرسو كي شغل رانا نديرو درسه عادي اللي راح نخدمو بها اي طاجين كان ونخدموه مع الباستا، راح تجيكم وصفه ما شاء الله. شويه معدنوس بيان سور. نروحو للوصفه الثالثه واللي هي كعكه الكراميل بالفواكه الجافه.
اربع حبات بيض، كيلة تاع حليب، كيلة تاع مارغارين طارتينا. شوفوا كيفاش الي، يعني شوفوها عندها حتى النظر تاعها وحتى لو غوفلي تاعها سي ان غوفلي دو بور. دونك عندنا كاس نتاع طارتينا، عندنا شويه نتاع مبشور البرتقال، عندنا كيله نتاع السكر، وعندنا شويه حوالي 50 50 غرام نتاع زبيب، وايضا الجوز مكسر، زوج كيلات نتاع الفارينه، وعندنا باكيت على لوفور شيميك بيان سور. البيض نضربوه مع السكر، ودوك تشوفوا كيفاش راح تكون المرحله. هنايا نجبدوا ضراب وناخذوا 100 غرام نتاعنا نتاع فوالا نتاع الفارينه تاعنا. هنا المرحله هذه لازم ما يكونش يعني تخلوهش يشد بزاف طياب ويفرغ من الماده الدسمه، غير تبداو تخليوه تلقاوه يسد ديكول يعني ملي باروا بهذا الشكل هذا. شوفوا تبعوا كيفاش، شوفوا كيفاش غير ديروا هكذا لوغو تاعكم يسو ديكول وتبقى هذه ليبر. كي تشوفوها بقات ليبر عرفوا بليك تقدروا تعملوا بها عادي بالحليب وطلعوا لاصوص بيشاميل تاعكم. فوالا ناخذوها هكذا بهذا الشكل ونزيدوا الحليب نتاعنا. هنا ما لازمش تكونكم عاقده بزاف، وين راهو لاستيس باش ما تعقدلكمش بزاف يعني في الحليب تاعكم والزبده والفارينه اللي هي لا بيشاميل. ما تخلوهاش تيري، ما تخلوهاش شرف فوق النار، ولا درتو طون بور طون ما لازمش تعطوها وقت طويل فوق يعني طيبوها في المرميطه تاعكم حتى تولي كتله، وهذاك كاع الدسم راح يتبخر ويطلع ويولي عباره عن كما نقولوا حنايا اون بوي، ويطلع وتبقى لكم غير لا ماتيير تاعكم لا ماتيير دو فيكولون يعني النشويات تاعكم، وما راحش تاخذ لكم مليح. هنا ناخذوا الملح فوالا شويه ملح ونخلوها كيما راهيك، نزيدوا لها شويه معدنوس برك ونخلوها تطلع كيما راهيك. هنا انا نيفيتي نخدم فلفل الكحل في نوع هاد الصلصات هادوما، نورمالمون سي لانواد موسكاد، مي دي فوا لانواد موسكاد في الجزائر ولات قليله، اللي تقول له لا تبيع لانواد موسكاد يقول لك ما يجوش تدوخ. دونك حنا هذه جديده داوي سمعنا بها، انا على بالي بليك لانواد موسكاد من بكري ناكلوها عادي ما تدوخ ما والو، كونترير عندها لي بيان فيزونس تاعها، الانسان ما لازمش يكثر منها. اللحم ماشي ما يدوخش، بصح لو كان تكثروا منه ماشي غير يدوخ يصرع. دونك الانسان لازم يكون بهاد الكيفيه هذه يعمل وبهاد المنطق هدايا. ناخذوا البصله تاعنا نزيدوا لها هي تانيك ايضا شويه ملح باش نطيحوا لها الماء تاعها فوالا، وناخذوا اللحمه تاعنا كاريمون نزيدوا نحطوها بهاد الكيفيه هذه. نزيدوا ناخذوا خلاط واحد اخر او ميم طون لهنا، ما تنساوش روحكم دائما تقعدوا تخلطوا باش ما تحبطناش لتحت الفارينه تاعنا والزبده باسكو تقال. دونك زيدوا ناخذوا خلاط ثاني ونبداو نخدموا بهاد الكيفيه هذه، نحلوا اللحمه تاعنا ونمشوها بهاد الكيفيه هذه ونخلوها ونزيدوا يعني قد ما يطلع لها طياب قد ما نزيدوا لها هاد الوسط الطريقه هذه نتاع الحلال نتاعنا فوالا، ونبداو نخدموا فيها بهذا الشكل هدايا طريقه ما شاء الله. هنا تحسوا من تحت بليك راهي بدات تعقد، دونك تبداو غير بالعقل برك تمشوا فيها. نزيدوا نفتحوها مليح بيان كوم يلفو بهذه الكيفيه، ما خلوهاش دير لنا كيما نقولوا حنايا الكويرات هكذا، دونك ما خليوهاش ديروا الكويرات. هنا ناخذوا 3 غوز داي تاعنا رابيدمون ونبداو نحطوهم بهذا الشكل لداخل ديريكتومون. لي غوز داي تاعنا نرحيوهم في الرحايه هذه او في ليكرازور نتاع لاي بهذا الشكل، ونزيدو الثالثه يكونوا كبيبرين شويه لي غوز داي تاعكم، ونحطوها دو كوتي ونزيدو نخلطو كل شيء مع بعضه فوالا، ونقعدو نعاودو نطلعو لا بيشاميل تاعنا حتى تعقد لنا. سورتو هذه المرحله الاخيره الواحد ما لازمش يحبس حتى تعقد لنا بيان، يعني تعقد بيان ما لازمش تكون عاقده مليح، تكون يعني اونكتيوز عاقده بصح ماشي عاقده الى حد انها تولي اون بات يعني طري طري ريجيد هكذاك ما نقدروش نعملوها من بعد، لان راح نخلطوا كاع لي زانغريديون نتاوعنا فوالا بهذا الشكل هدايا، ونقعدوا نخلطوا بهذا الكيفيه هذه حتى نشوفوا لا تيكستور تاعنا. شوفوا لا تيكستور تاعنا كيفاش راهيك ما شاء الله.
الله. هنا الناس اللي ما يعرفوش كي تقولوا تعملوا في نوع هاد الصلصات هادي سيون بيشاميل، تزيدوا لها البيض تزيدوا لها الفرماج يتبدل لها الاسم تاعها تولي اون صوص مورني. اون صوص مورني يخدموها خاصه لا صوص مورني في لي غراتان دو بواسون، لي غراتان دو كروستاسي، في هادوما اللي يخدموها تمشي معاهم مليح. لكن في كي تكون ان غراتان هكذا وين فيون دروج ولا اون بيشاميل تكفينا لارجومون. فوالا ها هي كيفاش راهيك لا بيشاميل تاعنا، ما شاء الله طري ليجير شابه هايله، ولا تيكستور تاعها ليس. علاش لي ليس؟ سي غراس لا ماتيير غراس تاعنا مارغارين طارتينا، هي اللي يعني تخلي لنا دائما لا تيكستور هذيك تكون طري ليس وملساء، يعني ما ديرناش لي غرومو، وتعطينا لا تيكستور تاع لاصوص تاعنا تكون طري بريونت وشابه. فوالا غير تشوفوا بليك بدات تدخل طياب لداخل لهنايا، واش ديروا؟ طفي النار لهنايا ونروحوا نجيبوا كاريمون الوسمو تاعنا السلق تاعنا كيما راهوك هكذا ونحطوه لداخل معاه. الو 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 السلام عليكم اختي، واش راكي؟ لاباس الحمد لله. واش راهم الناس تسمسيلته؟ والله الحمد لله، ربي يحفظكم. كاش ثلج صب عندكم شويه ثلج؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بغيت نقول لك الشيف اني احبك في الله. ربي يحبك ان شاء الله، احببتك في الذي احببتيني فيه، وربي يخليك ان شاء الله ويحفظك، ربي يسترك. امين ان شاء الله يا ربي. ربي يخليك. بغيت نقول كاع للناس اللي راهم يسمعوا فيا يرفدوا يديهم ويدعوا لي لاختي ان شاء الله ربي يشافيها. ربي يجيب الشفاء ان شاء الله للاخت. واسمها الاخت تاعك؟ ان شاء الله يا ربي. واسمها؟ وبغيت نقول لك ثاني تينك يعجبني الطبخ تاعك، على بالك عليه. نعم عجبني لي كونتيتي اللي ديرها. والله ما فهمتك، ما نسي نسمع فيك مليح، قولي لي واش قلتي لي. واش قلتي لي اختي؟ تعجبني لي كونتيتي اللي ديرها، دير كونتيتي زعما اللي يتكل عليها الواحد. بيان سور اللي توكل الناس توكل العائله. هو أمور ربعة مينيموم، حنايا دائما الوصفات تاعنا يلحقوا لثمن أشخاص. أنا شفت واحد لي ميسيو المكونات بوكو والكونتيتي ميسيو. ما كانش كاع جاو ياكلوا لقاو ما كانش. تخلعك أنا والله، ما كنشوف الكونتيتي مبطل. إيه زعما لا تيتي زعما غير شوية منا شوية منا، لا لا حنا ماشي هكذا. حنايا اسمعيني أختي، حنا تربينا في اللمة ونحبوا الملمة والماكلة تاعنا تجيب اللمة، فهمتي ولا ما فهمتيش؟ ديريكت. هو الواحد كيجيب اكزاكتومون اكزاكت شويه هذا كيما تقول. اسمعي كيما تقول، كانت تقول لي عمتي الله يرحمها وتقولها لي الام تاعي ثاني، تقول لي هذه الماكله كي تكون حاجه قليله تقول لي هذه ليا ولا الجن اللي فيا. ربي يحفظك ربي يحفظك اختي، ربي يحفظك، ربي يسترك وربي يجيب شفاء العاجل للاخت تاعك، وربي ان شاء الله يرجعها على رجليها هايله وتضحك وتقصر هكذا. ربي يخليك اختي، ربي يحفظك وربي يسترك، وسلمي لي على كاع ناس تي سمسيلت، قول لهم قالكم شاف امين حبكم بزاف بزاف. ربي يسترك ويسجيك ان شاء الله. ربي يسترك ربي يسترك ربي يسترك. السلام عليكم، تهلاي في روحك. ربي يخليك ان شاء الله الاخت، ربي يخليك. الو هنا درنا شي لافاني اربع حبات بيض ونديروا السكر. بيان سير قريب نسيت السكر ياو، ونديروا السكر الكيله تاع السكر ونبداو نطلعوا في الكاطو تاعنا بهذا الشكل هذايا افيتاس ماكسيمال. فوالا بهذا الشكل حتى يطلع مليح، يتريبل دو فوليوم ولا يدوبل دو فوليوم ويولي لا كولور تاعو بيضاء ابيض. فوالا هنا كي نشوفوه بدا يطلع هكذا، واش نديرو؟ نقصو ونزيدو لهنايا الزبده تاعنا ولا المارغارين طارتينا تاعنا بهذا الشكل. نبداو نطلعو فيها غير بالعقل، تبعوني مليح. فوالا غير بالعقل. وهنا نزيدو المبشور تاعنا تاع البرتقال، وهنايا نزيدو شويه نتاع آه
نطفيوه هكذا ونزيدو هنايا شويه نتاع ديكستري دو كراميل. فوالا تقدروا تبريباريوه في الدار، تقدروا تشريوه برا ولا بريباريتوه في الدار. عطيت لكم ديجا الوصفه ومن بعد نعاودها لكم، سينو يعني كاريمو تشريوه عادي وتخدموا به بهذه الكيفيه هذه. شوفوا كيفاش تولي لا كولور تاعو. هنايا نزيدوا الحليب تاعنا، فوالا هنا نطفيو ريكوبيريو بيان كاع لي زاز تاوعنا، نضربو طله خفيفه حتى يخلص الماء لهنا. كوم تشوفوا كي يخلص الماء رومبلاسيوه بلا بيشاميل. دونك نروحو نحطو منا السمو تاعنا ونروحو ناخدو السيار. دونك ناخدو السيار، زيدو ناخدو لهنايا فوالا خلاط يدوي، ناخذوا لهنايا الفارينه تاعنا ونزيدوا الخميره تاعنا الكيميائيه ونبداو نضربوا فيها بهاد الكيفيه هذه. او محجوبه بخير. محجوبه، واش هاد الغيبه؟ واش هاد الغيبه؟ لاباس انا مليح بصح انت يا والله غير شحال عندك بنتي؟ والله ماني نحكم. قولي والله. والله العظيم ماني نحكم. ياك ما بدلتيناش. لا لا ما بدلكمش. بالك يفيق لك انت. ولا لا هيا صح. واش راكي؟ والله ما نبدلك بواحد. هيا صحيتي ربي يحفظك. هكذا انا انا ماشي منا، ولكن اللي نقول لك مانيش نعيط وانا نعيط. ايه لا 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 كي تعيطي ما تحكميناش. والله والله العظيم كل يوم نعيط وما نحكمش. محجوبه والله العظيم غير ولعبك والفلاك. رجعتي واحد منا لهنايا نموتوا عليك. الله يسلمك. كيما تعيطي شغل حاجه ناقصه، شغل الماكله ما فيهاش الملح. والله كيما راني نحكي لك. ربي يحفظك ربي يحفظك. والله غير الحمد لله. والله غير الحمد لله. سامي يعني كيف كاع؟ والله غير الحمد لله. غير راهم يسلموا عليك بزاف بزاف يا محجوبه. الله يسلمهم. سلم عليهم. الله يسلمك ربي يحفظك. راهم يسمعوا فيك يا درا. احكي لي كاش جديد؟ كاش برد في وهران؟ غير هو وشتا صبت كانت الشتا الحمد لله. حنا تاني في الجزائر اليوم رايحه ماما، كاش بزاف شتا مي كنت نسمعهم يعيطوا لك يقول لك البرد، يقول لك حال البرد وقته. وي مليح سيرتو انا وقتها. تضربي فيها واحد لوبيا في هذا البرد هذا، واش نحكي لك؟ محجوبه لوبيا بالكرعين، واش نحكي لك؟ يا محجوبه اختي. انا دايره قرشف، انا من دايره لوبيا بالكرعين. يا محجوبه اختي القرشف في هذا البرد شحال هايل. يا يما طليتي لي على قلبي. يا يما انا نحب ناكل وسطحت مع وحده تعرف طيب، هذه هي الحكايه. ربي يحفظك ان شاء الله. ربي الزوج راهو في أو في دوله. الزوج تاعك راهو عايش معيشه حلوه. ربي ربي يكمل له ان شاء الله. ان شاء الله ربي يكمل له. عندك هذا هو الصح زاهل وكرشو. الله يسلمك. واش قلت؟ كل يوم نتبعك شاب، كل يوم نتبعك، كل ما تدعي ندعي معاك. كل ما ربي يخليك. ربي يخليك ربي يخليك محجوبه. ربي يخليك. والله ما عندي شك، والله ما عندي شك. على بالي على بالي بليك اختي تاكل عليها. ربي يحفظك. الله يسلمك. انا ثاني دايرك كيما خويا ولا اكثر. وي ربي يخليك ان شاء الله. ربي يخليك. ما عنديش خويا انت خويا. انا هو اخوك. والله غير انا هو اخوك. الله يسلمك. كاش ما يحقراك ولا الميسي راني هنايا. انا عارف نضرب دماغك. موش حقرني على حساب. شوف انت لك حقراتو باينه. ربي يخليك محجوبه. ربي يخليك. الله يسلمك. ربي يحفظك ويسترك اختي. وربي يخليكم لبعضاكم. نعم اختيتو. الله يسلمك. انت ثاني يخلي لك الزوجه الوليده. ربي يحفظك. ربي يحفظك. ربي يحفظك. الله يسلمك. ربي يخليك ان شاء الله ويسترك ان شاء الله واياك اختي. البارح تغلبنا الماتش. خمسة ما ماركاوش. ما ماركاوش. كي ماركاو ماركاوهم كاع هما يماركيو. انا نقول لهم خلوا واحد لا فينال، خلوا يعدوا يخلصوا الكوبا صاحبي. ربي يحفظهم. زهاونا والله غير زهاونا. والله غير زهاونا. وي ايه ما كانش يكذب عليك. حنايا الجزائريين لا غالب حنا دايرين هكا. انا مولا بيتي قال لي نيجيريا تغلب، قلت علاش تقول نيجيريا تغلب؟ فضل تدعي ان شاء الله الجزائر تغلب. هو قال لي يا اخو يلعبوا قاعدين. ايه
كي ضربناهم بخمسة؟ بصح انت ما تعرفيش صلاحك نورمال ما نقولي له. كان برا كي دخل قلت وخمسة. ايه بصح انت ما تعرفيش صلاحك. خطرة الجاية في لا فينال قولي له الجزائر تربح، يقول لك لا لا سينيغال تربح. قولي له لي يربح لي يخسر، يخسر لما عنه يدير ويسيق الأرض. تضربي فيها زورنية ولا أروع. ما تديري والو، حتى طيب وهو يطيب. هو يطيب بصح. ايه ربي يحفظك. بيان سور باسكو يدك بنينة. ها وكيفاه. الله يسلمك. لازم ربي يحفظك اختي توم. الله يسلمك الحمد لله بخير. سلمي لي عليه بزاف بزاف، قولي له يسلم عليك الشاف تاعنا بزاف بزاف، وربي يحفظكم ويخليكم لبعضاكم. الله يسلمك ويبعد عليكم العين ان شاء الله. ربي يخليك. ربي يخليك محجوبه. ربي يحفظك. الله يهنيك. ربي يحفظك محجوبه. ربي يحفظك محجوبه. ربي يخليك. والله ما على بالي علاش مي كي تعيط لي محجوبه نفرح، نفرح لانه واحد المراه ما شاء الله تقصر هايله سبونطاني دول جزائري. ضحكوا ونقصروا هذه هي السويعه تاعنا حنايا. ايوي ربي يحفظها ان شاء الله وربي يخلي لها الزوج تاعها ويخلي لها الاهل تاعها وربي يرزقها بالدريه الصالحه كاع الناس الجزائريين كاع الناس ان شاء الله اللي عنده حاجه ربي يقضيها له ان شاء الله يا ربي في ارضاء الله. بيان سور اللي عنده حاجه في ارضاء الله ربي يقضيها له ان شاء الله. كاع الجزائريين تستاهلوا غير الخير والله العلي العظيم غير تستاهلوا غير الخير. فوالا دونك شوفوا شحال درنا لهنايا، تبقى لنا الاخرانيه هذه التاليه كما تقول محجوبه. فوالا حطوها لهنايا ندزوها مع خاوتها وتروح للفرنو. فرنو شاعل على 200 درجه سلسيوس مده الطهي 17 دقيقه. فوالا نخلوه 200 درجة ونحطوها بهذا الشكل ونخلوه يطيب 17 دقيقة لداخل الفرن. نروحو نشوفو مباشرة الوسمو تاعنا السلق تاعنا. فوالا شوفوا ما شاء الله الماء ما بقاش كيما كان. دونك هنا واش نديرو؟ نخرجوه كاريمون، تبعوني مليح، نحو الدوزان تاعنا من هنايا ونجيبو المرميطة نحطوها قدامكم باش تشوفوا كيفاش رانا رايحين نعملو. بسم الله فوالا نحطوها لهنايا كيما راهيك هكذا. ناخذوا البيشاميل تاعنا ونحطوها لداخل بهاد الكيفيه هذه. شوفوا لا بيشاميل لي اونكتيوز اقسم بالله غير راهيك تقول اون كريم باتيسير ماشي بيشاميل. الله يبارك ما شاء الله. فوالا نحوها نحطوها لهنايا ونروحوا نخدموها بهاد الشكل. بعد ما بيان سور الماء كاع نحيناه من هاد فوالا ونخلطوها ندخلوا لا بيشاميل مع بعضها هكذا. ما نديروش اون كوش باون كوش لداخل لو مول تاعنا ولا الفرنو تاعنا ولا لو مول اكراتان تاعنا. فوالا نحطوها من هذا الكوتي. نروحوا نجيبوا لو مول تاعنا. فوالا بسم الله ونحطوها بهذا الشكل هذايا. يا الله بسم الله ونحطوها بهذا الشكل هذايا. فوالا كيما راكم تشوفوا نعاودوا ناخذوا لاكويير تاعنا ونمشيوها بهذا الكيفيه هذه. هنا راح يكون عندكم ان غراتان ما شاء الله. فوالا بيان سور نكاليوه كيما نقولوا حنايا باش تكون كاع لاماس تكون ريبارتي بلا ميم كونتينونس باش هكذا ما تجيناش جهه طالعه وجهه ماشي طالعه. ناخذوا لهنايا نحو الدوزان تاعنا. فوالا ونروحوا ناخذوا لو فروماج غريير تاعنا 300 غرام. فوالا ونحطوها بهاد الكيفيه هاديه. فوالا دونك الحاجة اللي نوصيكم عليها يا ناس الخير، كي تكونوا تخدموا دي غراتان باراي وين ما تحطوش لاصوص بيشاميل من الفوق، فو ميلونجي كلش كيف كيف، من بعد ديروه في الفول، توجور تخلو مينيموم دو دوا، مينيموم تاعكم سي دو دوا. هاهم لي دو دوا هنايا، شوفوا كيفاش خليناهم لي دو دوا هادوما يبرميتيو لا بيشاميل تزيد يعني تطلع وتزيد ديفلوبا، باسكو ما تنساوش فيها لافارين والحليب كيتلاقاو. دونك يديروا والزبده يديروا اون سيرتان ماس، دونك هذيك لا ماس طلع. دونك ما عليكم غير تخلوها تواسي يعني تديفلوبا براحتها. دونك نحطوه لهنايا
ونخليوه يقرا تيني وانتم يا ناس الخير فاصل ونواصل. اللي قال لك الولف كيف ساهل والفرق ما قدر دوك نوالفوا ونخدموا بطارتينا مارغارين ما حين نزيدوا نبدلوا اخويا لابال ما شاء الله ربي يحفظك. دونك هنايا ناخذوا اون كويير تاع مارغارين طارتينا نحطوها خلوها تسخن بهذا الشكل هذايا الله ما شاء الله. نروحوا نجيبوا ان سوكل تبعوني مليح نجيبوا ان سوكل كبير شويه فوالا نجيبوا الثوم تاعنا هنا سير بلاس كلش من هنايا الثوم البابريكا فلفل الكحل وشويه نتاع الكمون وين راهو الكمون هذا الكمون ها والكمون حطوهم لهنايا دونك لهنايا نجيبوا الاضلوع تاعنا كيما راهم الله الله ونحطوهم نخلوهم يطيبوا بهاد الكيفيه هادي. اوه واش نحكي لكم اضلوع الخروف ما شاء الله كي تروحوا تشرو دائما تقولوا له اعطينا لي كوتلات دون لو فيلي. دونك ناخذوا لهنايا الكمون حوالي ملعقه فوالا تاع كمون ناخذوا ايضا نص ملعقه فلفل الكحل وثلاث ملاعق نتاع البابريكا زوج ثلاثه ناخذوا الثوم فوالا السنينات نتاع الثوم تاعنا بهذا الشكل نزيدوا وحده كاين بزاف اللي يقول لك لي باتو كدا ولا صوص ديروا لها الكمون ايه نحبوا نديروا النكهه الجزائريه كاش واحد يسال ناول ياك عندنا الدروه دونك نتوما سيوها وراحين ترجعوا لي خبر من بعد. كاين بزاف الناس اللي يخدموا بها كاين بزاف الناس اللي يخدموا الباستا ويديروا لها الكمون كيديروا اون صوص روج كيديروها بلي بولا دو فيونداشي ولا فوالا نزيدوا نروحوا ناخذوا الفرشات وندوروا الحيمات تاعنا ما شاء الله ما شاء الله شوفوا كيفاش لا دورير تاع الزبده تاعنا كيفاش تكون ما شاء الله الله يبارك ما شاء الله فوالا هنا ناخذوا شويه تاع الماء ليجيرمون تاع الماء ونزيدوا ناخذوا زوج قرن نتاع الفلفل دريس هكذا بهذا الشكل هذا ونبداو نخلطوا له جدو هكذا فوالا هنا مازال الملح ما درتش ندير لهنايا ما نديرش فوق اللحم فوالا ندير شويه هكذا ونحطو بهذا الشكل نخلطو معاه فوالا هنا واش ندير نروح ناخذ لا فيوند نتاعي كي طابت من زوج جوايع نحيها ونخليها جو لا ريزيرف دو كوتي باش نقدروا نخدموا بها من بعد. شوفوا لي سوك اللي بقاو لنا هنا ما شاء الله واش نديروا لهنايا ناخذوا البصله تاعنا نحطوها بهذه الكيفيه هذه فوالا ما شاء الله ما شاء الله ونخلوها بعقلها طيب. واش نديروا هنايا ناخذوا بيان سور الدرسه تاعنا اللي وجدناها ونحطوها بهذه الطريقه ناخذوا ايضا زوج ثلاثه وريقات تاع رند ولا زوج وريقات تاع رند نزيدوهم معاها ونبداو نخلطوا او بالكويير نمشوا في الدرسه تاعنا باش ندخلوا لها الطياب. دونك هنايا تبعوني كيفاش راحين نخدموا هنا رانا نديرو في طياب عادي لكن درك واش نديرو نزيدو دائما شويه نتاع الماء والماء يكون ساخن ما بارد ما نسحقوش في هذا النوع من الاطباق لانه يعاود يجمد لنا كاع البنا ويعاود يطيح لنا لا طومبيراتور السخانه اللي تكون في المرميطه يعاود يحبطها من باك ما نقدروش نعاودو نطلعو لي كو تاوعنا ولا لي سوك تاوعنا فوالا كيما راهيك هكذا نخلوها. دونك ناخذو دوزان نحيوهم من هنايا ونحطوهم دو كوتي او ماكسيموم ليبيريو لي سباس دو ترافاي هادو كملنا بهم من بعد نخلوهم باش نديرو بهم التزيين تاع التحليه تاعنا. فوالا شوفوا ما شاء الله كيفاش ولات كوم اون بات
ما شاء الله ونخلوها طيب. هنا يا نوصيكم حاجة، الاحتراق انتردي، دونك تاخذوا شوية تاع الماء وديروه بهذا الشكل وتخلوها تزيد تنشف شوية، منها البصل يكون آلس يكون يطلق الماء تاعو ما راهوش راح يحترق، وثانيا الدرسة تاعنا تبقى سور لو فريغو وما تتحرقناش. فوالا كيما راهيك هكذا، شوفوا كيفاش الله الله ما شاء الله. ناخذوا شويه معدنوس نحطوه بهذا الشكل ونخليوه ايضا يزيد يطلع بعقله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. فوالا نروحوا ناخذوا الطماطم المصبره نحطوها لهنايا، وناخذوا لا طوماط تاعنا اللي رحيناها نحطوها بهذا الشكل كيما راهيك، ونقعدوا نحركوا بهذا الكيفيه حتى كلش يتخلط مع بعضه. فوالا ما شاء الله ما شاء اونغو يعني في البنه ما شاء الله. وزيد البرد هدايا وكاع سيدي بلا اللي يسخنوا الكريشه كيما نقولوا حنايا. فوالا ونقعدوا نمشيو فيها بهذه الكيفيه هذه. ناخذوا لهنايا مغرفه تاع لا طوماط كونسونطري ونزيدوا نمشوها مع الخليط تاعنا بور دوني اون تيكستور بور دوني كولور بور دوني يعني تكون عندنا اون دونسيتي في لاصوص تاعنا وما تجيناش مرخيه بزاف ولا خفيفه بزاف. دونك لا طوماط كونسونطري كي تكون لا طوماط ماشي في وقتها عندها ان رول تري امبورطون في هذا النوع من الصلصات. هنا سخن الماء جوست سو كيلفو، تبعوني مليح فوالا تبعوني مليح جوست سو كيلفو تاع لاصوص، ونخلوها بعقلها تبدا تبقبق. لكن هنايا قبل ما تبدا تبقبق واش نديرو حنايا، نعاودو ناخذو لا فيوند نتاعنا ونحطوها بالحبه لداخل. فوالا وهذاك هو الصح، لا فيوند راح تعطينا الغنمي سورتو راح يطلق لنا البنه نتاعو وايضا لي سوك تاعو. نروحو ديباراسيو لي بلون دو طرافاي تاعنا بيان سور نيطواييو سينو ساميه تزعف علينا. فوالا بسم الله فوالا خلوها دو كوتي. ناخذوا الغلاق تاع طارتينا تاعنا. والله صدقوني انا من الناس اللي يعني ما يخدمش بزاف بالمارغارين، تعرفوني مليح، لكن مارغارين لابل لقيت فيها ما شاء الله من الخاصيات يعني هذا المارغارين طارتينا، في لو غو تاع الزبده فيها اون تيكستور، لا تيكستور تاعها تاع الزبده شتو كي ندوبوها مون ديري باسكو كي تروحوا تذوبوا نتوما دوطر مارغارين تلقاهم شغل زيت، شغل هكا عندكم قرعه تاع زيت، لا كميه تاع زيت عاديه ديك سونغو. هذه سي لا تيكستور تاع لو بور كي ديروا يعني كي تذوبوها سي لا تيكستور تاع لو بور. سافو دير كي تكونوا تخدموا بار اكزومبل، نعطيكم ان سامبل اكزومبل، اللي يخدموا البقلاوه اللي يخدموا الحلويات الجزائريه في الكيله نتاع لا مارغارين طارتينا راح يكون عنده كيله عاديه، يعني ما حينقص منها ما راح يزيد منها، وكونطري راح يحكم بالكيله سوا سوا نتاع هاد المكونات نتاع لي غاتو، خاصه لي غاتو اللي يتخدموا يعني بهاد النوع من 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 المارغارين. مارغارين طارتينا حتى بور باش يطارتينيو بها الخبز ولا مليحه، انا نستعملها حتى في العمل تاعي، ربي يحفظكم ان شاء الله. دونك نروحوا نشوفوا الله الله كيفاش راهوك. ما شاء الله هنايا الحاله راهي مريقليه مليح. كمل نمسح لو بلون دو طرافاي تاعي نيطوايو بيان باش نقدروا نروحوا ايضا للفصل الثالث من الحصه ونكونوا في لا بروبريتي ايديال. دونك فوالا نعاودوا نديروا ريكابيتولاسيون، الناس اللي كانوا بعاد وما لحقوش الحصه وهذا وين دخلوا، درنا ان غراتان نتاع السلق باللحم المفروم، خدمنا ايضا سباغيتي بصلصه الطماطم بلحم الخروف والدرسه الجزائريه، وخدمنا ايضا ان غاتو وكراميل بمارغارين طارتينا. دونك ما شاء الله انتم لكم حابين تعاودوا تشوفوا لي زيميسيو حتى اللي فاتوا، ما عليكم غير تروحوا اليوتيوب القناه اليوتيوب اللي قناه طيب معنا اليوتيوب اللي يمتلكها النهار قناه النهار. دونك تلقاو كل الحصص من اول حصه بديناها معكم الى غايه حصه
اليوم في ايضا صفحه الفيسبوك سيتان لايف اللي يديروه عاده ما كيكونوا نجوزوا يعني نجوزوا هنا وسيمولطاني نجوزوا في صفحه الفيسبوك. دونك ما عندكم ما تراطيو حاجه اللي تراطيوها روسات ولا استوس ولا يعني قصره ولا يعني حتى ولو الناس اللي يعيطوا لنا حبوا يعاودوا يسمعوا روحهم محليهم غير يروحوا لصفحه الفيسبوك ولا يروحوا لقناه اليوتيوب طيب معنا وراحين تلقاو كل الحصص نتاع الشيف امين في وقناه نهار تي في باذن الله. فوالا شوفوا كيفاش راهي تسخن الحاله. جيبوا الكويير هلا عندي الكويير لهنا باش ما نزيدوش نوسخوا ونخلوها بهذا الشكل غير بعقلها. شوفوا ما شاء الله لا تيكستير تاعها ما شاء الله فوالا فوالا تقعد طيب بهذا الشكل هذايا. هنا واش نديرو ناخذ شويه تاع لا مارغارين اون نوازيت باش نعاودو ريلفيو لو غو تاعنا اون نوازيت نتاع بارتينا ونحطوها بهذا الشكل ونخلوها تذوب لداخل بعقلها بور دوني بلوس دو غو. نروحو نشوفو لو غاتو تاعنا ما بقالوش وينشف شويه برك ينشف يشد روحو باش ما يعاودش يحبط لنا ويحكم من بال تكستير ونورو لكم كيفاش راحين نخدموه. دونك نقعدوا دائما باش ما تلصقناش نقعدوا نحركوا فيها بهذا الشكل. دونك هنا ما تحقوش بزاف بزاف الماء باش طلعوا اون صوص طوماط. هذه لا صوص طوماط اللي حتندال باش يابسور بها الباستا تاعنا دونك الفا اتر ابسوربي بار لي بات. دونك ما تحقوش اون كونتيتي كبيره باش تعوموها ولا تخلو غير شويه ليجيرمون تاع لا طوماط لا صوص طوماط اللي تكون باينه باش بيان سور لي بات تاعنا يكونوا ام بي بي. لي بات جامي يجو ناشفين يجو دائما مشمخين كيما حنا ناكلوا الرشته الشخشوخه الطلايين ياكلوا هكذاك كيف ياكلوا لي بات لي فري بات توجو تلقاهم يعني بلي صوص. نطرح لكم بعيد حتى كاين مطاعم في ايطاليا كي تدخل تاكل عندهم وهما عندهم مختصين في الباستا كي تدخل يلبسوا لكم دائما واحد لو طابليي اون بلاستيك جو طابل وكي تدخل لو ماتر دوتيل ولا ديريكتور دوتيل لو سيرفر ولا يعطيهولك تلبسوا من الفوق باش كي تكون تاكل الباستا دونك تكون كاينه لاصوص هكذا ما توسخش حوايجك. حنايا بالعربيه نعيطوا لها الرياقه. فوالا هذه هي. دونك نقعدوا دائما نخلطوا باش ما تلصقناش ما شاء الله. هنا تقدروا تزيدوا الزيتون تقدروا تزيدوا لي كابخ تقدروا يعني تقدروا تعطوا لها اون اسوسياسيون هاد الصلصه هاديه ماكو ما فيهاش مشكل. فوالا نروح نشوف ما شاء الله ما شاء الله راه بدا ياخذ. دونك لهنايا ما جيت خلاص الحصه يكون خدا مليح مليح. دونك الناس اللي راهم هذا وين دخلوا لا ما قدروش يحكمونا نقولوا لهم دائما المهم الانسان ما لازمش كما نقولوا حنايا يقنط. ما حكمناش معليش الخطره الجايه. المهم حنا رانا معاكم في الديار كاع الناس اللي راهم يشاهدونا اللي دايرين قناه النهار تي في دائما حنا رانا معاكم ونقسموا معاكم هذا لو مومون. دائما الناس لازم تكثر الدعاء للناس اللي راهي مريضه خاصه الاخت اللي عيطتنا من قبيله على اختها. فاصل تاعنا كنا خدمنا لو غراتان تاعنا نتاع لي زيبينار هاو كيفاش خرج. شوفوا كيفاش خرج الله الله زاد طلع شويه دونك خرج سوا سوا. عندنا ايضا الباستا تاعنا اللي خدمناها بالخروف وعندنا ايضا التحليه اللي هي دو كيك يعني او غاطو كعكه الكراميل بالفواكه الجافه. دونك هنا ناخذو كيما راكم تشوفوا نقطعوا باش تشوفوا كيفاش راهي التكستيل داخل وشوفوا يعني لهنايا لي بيانفيزونس نتاع لا مارغارين بارتينا. دونك تكونوا تخدموا شوفوا اللب تاعها كيفاش يكون شباب طايب لكن يجي ام بي بي ما يجيش ناشف ماشي كيما كيتخدموه بالزيت. ما بقى لي غير نقول لكم الف نصحه ليكم ان شاء الله كل الناس اللي راهم يتبعونا كل الناس اللي يقدروا يحكمونا واللي ما قدروش يحكمونا نقول لهم ربي يحفظكم ان شاء الله كل المرضى الجزائريين ربي يجيب لهم شفاء. عندي اون ديديكاس المدني صالحه وكل الناس الكاليتوس سكان بلديه الكاليتوس قول لهم شاف امين يحبكم بزاف بزاف وربي يحفظكم ان شاء الله. عمي ماجد اسماعيلي نقول لك ربي يجيب لك شفاء العاده سي ان غران شاف سي ان غران غران شاف من بين الناس اللي اثروا عليا في هذه المهنه هذه. راه مريض نطلبوا ان شاء الله الناس قاعده تدعي له بالشفاء العاجل ان شاء الله ويعاود يقوم لوليداتو ان شاء الله. ايضا الحاج عشي
عبد الهادي ربي يحفظك لو بريزيدون دي ديريكتور جينيرو تاع فندق رويال ساحل وكل كل البيرسونيل تاع يعني العمال تاع الفندق هذا، نقول لهم ربي يحفظكم على المجهود اللي راكم تقوموا به، ربي يخليكم ان شاء الله، وكل خاصه عمال مطعم لا فيريير او المطعم الزجاجي. ما بقى لي غير نقول لكم يعطيكم صحة كل الناس اللي راهم مراد ربي يجيب لهم الشفاء العاجل، كل الناس اللي راهم في غربه ربي ان شاء الله يردكم غربتكم، تزوروا البلد الام اللي هي الجزائر. برافو 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 على الفريق الوطني، برافو مجيد بوقره وكل الطاقم التقني نتاعك. حاجه ما تنساش تدعي لنا بالخير، تحية الجزائر.